مشاهدينا، الحقيقة موضوعنا دلوقتي عن هو موضوع مهم وملح وبيفرض نفسه علينا بكل الأشكال، وهو الزيادة السكانية. أنا بيسعدني تكون ضيفتي النهاردة اللي هتكلمنا في هذا الموضوع دكتورة مرام آداب، قسم الجغرافيا، جامعة أسوان. أهلا بيكي دكتورة مارتينا، اهلا وسهلا منورانا بحضرتك. النهاردة. مرسي، الله يخليك، بنور حضرتك. مرسي ليكي. وخلينا نقول التعريف أو المفهوم الحقيقي للزيادة السكانية هو عبارة عن إيه، عشان الناس اللي يعني مختلط عليها الأمور. هو مبدئيا حاليا مشكلة الزيادة السكانية هي مشكلة كبيرة جدا، والسكان محدش حاسس بحجم المشكلة اللي احنا بقينا موجودين فيها حاليا. فلما بنتكلم بقى في الزيادة السكانية، الناس تقولك ما ده عشان خاطر زيادة عدد السكان. هو فعلا زيادة عدد السكان، بس مش هي دي المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية عندي ان هو بقى فيه خلل في التوازن. خلل في التوازن ما بين عدد السكان اللي هو موجود عندي وحجم الموارد الطبيعية والرأسمالية والكوادر الفنية اللي موجودة عندي. بمعنى دقيق، لو اتكلمنا نقدر نقول ان السكان مثلا في الاول هما القوة الانتاجية عندك، اللي هي طبعا بتستغل الموارد الطبيعية اللي موجودة عندك. تمام. فاستغلال الموارد الطبيعية اللي هي موجودة عندك في نفس الوقت هو مش بس بينتج، لا، هو في نفس الوقت هو عندي القوة الاستهلاكية. فعندي بقى السكان ما بين عملية الانتاج والاستهلاك اللي هو بيحصل، ففي خلل توازن. خلل التوازن ده اللي بيحصل عندي وعدم الموازنة هي دي بتسمى عندي زيادة السكان. فده المفهوم الحقيقي اللي هو خلل في التوازن ما بين عدد السكان وحجم الموارد الموجودة عندي. طيب احنا يعني من سنوات طويلة جدا ومصر بتنادي انه يا جماعة عايزين نقلل من الانجاب، عايزين اللي عنده 2 3 4 ما فيش داعي يبقوا 7 و8 مثلا. ومع ذلك بنلاقي الناس طول الوقت تقولك لا حصل، وكل واحد يجي برزقه زي ما بنقول. النتيجة انه بقى عندنا انفجار سكاني، مش زيادة سكانية عادية، انفجار سكاني. فتفتكري ايه اسبابها بقى، اسباب الزيادة السكانية دي؟ والله بصي، هي اسباب الزيادة السكانية هم كتير. القضية السكانية عندنا اسباب الزيادة بتاعتها متشعبة. ولو جينا بصينا لكل سبب من التشعب ده هنلاقيه ان هو بيوصل لسبب الاخر، يعني بمعنى اصح هي عوامل متصلة تمام ببعض. فلو اتكلمنا عن اول حاجة، هنتكلم عن مثلا زيادة المعدلات الطبيعية. طب زيادة المعدلات الطبيعية اللي هي ايه؟ اللي هي موجودة عندي بترتفع معدلات المواليد وبتنخفض عندي معدلات الوفيات. طبعا الطب اتطور وبالتالي صحة الناس بقت أفضل. بالظبط كده. بالظبط كده. فالمعدلات عندي أنا أو طول ما أنا الخدمة ماشي، الصحية كمان اللي بتقدمها البلد بقت أفضل، دي حقيقة. وطول ما أنا ماشي في الزيادة السكانية فأنا بعمل مقارنة للمعدلات السكانية للسنوات السابقة وأشوف مدى حجم الزيادة اللي هي موجودة عندي. تمام. فاحنا اول حاجه لو بصينا في سنه 2019 فهنلاقي ان معدل الزياده السكانيه كان حوالي 17.5 في الألف. طب هنيجي نبص ل 2020، معدل وصل كام؟ وصل 15.6. هو قل كده، المعدل عندي قل، بس مازال مرتفع. مرتفع بالنسبه لايه؟ مرتفع بالنسبه للمعدل الدولي اللي هو وضعه البنك الدولي المركزي. تمام. وضع البنك الدولي المركزي المعدل بتاعه يكون 10.37 المعدل. فاحنا عندنا في 2020 وصلنا 15.6، يعني احنا لسه برضه قدامنا كتير. بالظبط كده، احنا قدامنا كتير لغايه وبعدين هو زي ما يعني حضرتك قلتي، انا الفرق كبير ما بين العدد وما بين امكانياتي كدوله صحيح. وقدراتي والعوائد بتاعتي. أكيد. يعني احنا دايما نقول احنا مش حاسين بكذا، الدخل هنا زاد ودخل كذا زاد، مش حاسين بيه ليه؟ عشان عندنا زياده بتلتهم كل الـ يعني كل تقدم بيحصل، كل قرش زياده بيدخل خزانه الدوله الزياده السكانيه بتلتهمه، بتخليهوش. اكيد طبعا، اكيد اكيد. وده احنا هنتكلم عنه في المواجهه، في العوامل المواجهه بعد مواجهه كده، الزياده السكانيه. بالظبط كده. بعد كده عندنا السبب الثاني اللي هو زياده متوسط
الاعمار المتوقعه. نعم. طبعا زي ما حضرتك قلتي بتقدم الطب اللي موجود حاليا. نعم. فزياده العمر عندنا زاد. بمعنى ان متوسط العمر لما باجي اقيسه بقسم السكان لجزئين. نعم. لذكور واناث. تمام. فمتوسط عمر الذكور في عام 2012. نعم. كان 69 سنه وللاناث 71.5. جينا بقى في 2021 متوسط الاناث وصل 76 سنه. تمام. وللذكور 73.5. فارتفاع معدل السنوات اللي عندي عمل لي اطاله في العمر. صحيح. فاطاله العمر اللي هي موجوده دي فادى طبعا للزياده السكانيه اللي موجوده عندي. خصوصا انا يعني في نقطه يعني حصلت من في اخر 8 سنوات او 9 سنوات انه لما قضينا على فيروس سي كان بيحصد كتير من ارواح المصريين رجال ونساء وهكذا. أوه. احنا قضينا عليه والدوله قدمت العلاج بالمجان. أكيد. فالنتيجه ما شاء الله الناس بقى خلاص بقى بتاخد العلاج بالمجان وخفت والحمد لله وبالتالي احنا قل عدد الوفيات في ده. فدي نقطه مهمه طبعا. دي حقيقه طبعا. دي حقيقه فعلا. صحيح. وده فعلا هو سبب من اسباب الزياده السكانيه اللي هو تطور الخدمات والكوادر الطبيه. صحيح. اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي. صحيح. حقيقه. تالت سبب عندي اللي هي التركيبه السكانيه. التركيبه السكانيه دي بترتبط معايا بمعدلات الايه؟ بارتفاع معدلات الخصوبه للمراه. طيب معدلات الخصوبه دي يعني ايه اللي انا بتكلم فيها؟ يعني المراه من سن 15 سنه لغايه 45 سنه كم طفل لديها؟ فهو المتوسط ل 2014 هم كانوا 3 اطفال. في 2023 زادت دلوقتي بقت 4 و5 اطفال. فدي في حد ذاتها كارثه. كارثه من ايه؟ ان الزياده السكانيه كده ما بقتش عندي زياده سكانيه عامه، لا ده انا بقيت عندي زياده سكانيه في فتره عمريه اللي هي اقل من 15 سنه. وعندنا الفتره العمريه الاقل من 15 سنه دي كلها فتره اسمها ايه؟ فتره عبء الاعاله، ان هي محتاجه حد يعلو. خاصة للدراسات اللي هي الحديثة لمركز التعبئة العامة والإحصاء. تمام. رصد ان 36 مليون نسمة من سكان مصر عموما حاليا بيندرجوا فين؟ في فترة اللي هي الإعالة اللي هو سن اقل من 15 سنة. فبالتالي دي طبعا مؤشرات خطيرة جدا. طبعا رقم كبير. اكيد. نعم. طبعا. بعد كده عندنا بقى اللي هو الزواج المبكر. الزواج المبكر اللي عندنا بيرفع معدل الخصوبه بقى عند المراه، بدل ما انا بقول لا معدلات الخصوبه عند المراه بتبدا من سن مثلا 24 او 25 لغايه سن 45، لا ده بقي من 15 بقى او 16. ده انا بزود السن بقى. بالظبط كده. فبزود عندها فرصه ان هي تديها فرصه انها تفضل تنجب 30 سنه جواز. دي حقيقه. دي حقيقة. دي حقيقة. ودي كارثة من الكوارث اللي موجودة حاليا، خاصة ان في مصر ارتفعت حالات الزواج المبكر كتير جدا. سجلت اخر حاجة 118 الف حالة بقيت موجودة عندي. فال 118 الف حالة دي رقم كبير. دي حقيقة. مثلت لي 40% من اجمالي حالات الزواج اللي موجودة عندي بقيت زواج مبكر. فبالتالي عملت عندي المشكلة دي. طب خلينا سريعا نقول ازاي اقدر اواجهها، ازاي اقدر اتعامل مع الوضع الحالي. يعني مثلا الاعلام بيقوم بالتوعيه، جهات كتير بتحاول انها توعي الناس، لا ما ينفعش الزواج المبكر، بنتك لسه صغيره مخاطر انها تنجب وهي طفله بتعرضها لامراض كتير، وبنبص نلاقي اورام سرطانيه بتطلع وبتظهر وفي سن مبكر وتحصد ارواح. دي حقيقة. وتموت الام وتترك اطفال صغيرين دون رعايه. خلينا نقول بقى سريعا. دي حقيقه. هو سريعا مبدئيا اللي احنا بنتكلم فيها دي اصلا اسمها حاجه اسمها موروثات اجتماعيه. نعم. فبالرغم بقى الفكر اللي تم والتطور الثقافي والفكر اللي احنا بقينا موجودين فيه حاليا، ولكن العادات والتقاليد بقيت زي ما هي، خاصه في صعيد مصر وريفها. نعم. فعندهم بقى فكره ان انا الاسره الكبيره زاد العدد الكبير، لا دي هي كده فيها قوه كده فيها. خلينا ندخل على المواجهه عشان لا خلاص وقتين. حاضر. تمام. مش مشكله. من حيث اللي هي المواجهات فهما في عدد من الحلول. تمام. اول حاجه لازم انشاء وزاره متخصصه لتكبح النمو السكاني اللي حاصل حاليا. تمام.
تمام. فالوزارة دي بقى هي متخصصة بس في ان انا ازاي اعالج النمو السكاني اللي حاصل عندي والانفجار السكاني واقتدي فيها بدراسات سابقة مثلا خاصة للقضية الفلسطينية للقضية الصينية. بعد كده تاني حاجة هنتكلم فيها ان هي بقى الوعي الاعلامي. مفروض وسائل الاعلام تبقى تزيد معايا، مفروض ان هي تبقى موجودة عندي. تمام. بعد كده اللي اهتم بقى بالمرأة والرعاية الصحية ليها والتعليم، ان انا اوفر ليها التعليم. تاني حاجة ان انا افك التخلل او التكدس اللي على الوادي النيل ودلتاه. وهبدأ اوجههم للمدن الجديدة. بس فكلها دي يعني حلول مقترحة ان شاء الله، وان شاء الله يعني نقدر نتفاعل والشعب يبقى عنده توعية ان هو يستوعب. ده حقيقي، ده حقيقي. دكتورة مارتينا ميلاد، مدرس المساعد بكلية الآداب قسم الجغرافيا جامعة أسوان، أنا سعدت بوجودك وأتمنى يكون لنا لقاءات تانية نتناقش فيها ونتناول هذا الموضوع الهام جدا وهو الزيادة السكانية. بشكر وجودك، نورتيني حقيقي. الله يخليك بنور حضرتك. ومشاهدينا بكده احنا وصلنا لنهاية لقائنا مع حضراتكم، بشكركم وقابلكم على خير الحلقة الجاية، ألاقيكم في أتم صحة وأحسن حال بإذن الله.